احكي اللي بريحك بس طمن اهلك. السلام عليكم، كيفك يا خي؟ انا لامع عم بحكي معك. طمن اهلي انه انا بخير، كيفهم هني؟ شو عاملين؟ الحمد لله انا ما بني شيء، انا بين ايدين امينه انا والشباب كلنا، الحمد لله نحن بخير. وطمنوا انه نحن الله سبحانه وتعالى نجينا، لانه طلعوا طيران وضربوا لنا المغاره اللي فيها نحن. الله الله من عنده زمتنا ونجينا من الموت. بدك تقول لأهلي حتى يتضمنوا مع اللجنة الأسرة، يعني أهالي الشباب يلي معنا، وينزلوا على الطريق ويقطعوا الطريق، ما عادش يخلوا حدا يكذب عليهم. مثل هذيك المرة قالوا لهم 3 أيام وبيمشي الحال، صرنا 3 جماع، ما عادش حدا يكذب عليهم، يقطعوا الطريق لحتى يمشي الحال. وبتقول له لبيي إذا صار لشي ما يخليش ولا ولد من ولاد السياسية. وهلأ عم بيقولوا إنه في تركيا دخلت على الخط، بدوا المفاوضات تكون بصدق مع ناس صادقة مش ناس كذابة من لبنان. حاجي بقى يكذبوا على العالم، بدوا حدا يتأملوا عليه. نحن الحمد لله بخير، وبرجع بكرر لك نحن ما صرنا شيء، لأنه كانوا بدهم يقتلونا نحن والله زمطنا. بتمنى عليك تطمن أهلي وتقول لهم شو قلت لك هلأ، حتى يتضامنوا ويسقفوا الطريق، ما عادش يخلوا حدا يكذب عليهم بقى، حتى الدولة اللبنانية تحط حدا يفوض بصدق مع الجبهة، مش يكذب عليهم ويقول لهم ايه هيك وهيك ويعمل شيء تاني او يفل، ما عادش يبين حدا منهم. سلم لي عليهم كتير السلام. أما المخطوف ناهي بقلفوني فيسأل عن ذويه فردا فردا ويطلب منهم قطع الطريق. أي أبو حودي، طمنا عنك، كيف عائلتك؟ طمنا عن بيي، صحته منيحة؟ شو أخبار؟ ما يقل علي أنا كتير منيح، جابة النظرة ما بتأثر معنا، بيعملوا مثل الإخوة. وطمنا عن دارين وعن عبولي ودار، نزاروا سكر الطريق جابت النصر ما بدها شيء، إلا بدها من يكون سرق معنا بالمفاوضات. الدولة اللبنانية عم تعطل عليه، كما بيتعطوا واحد بيعمل حركوز صغيري بيطيروا بس بهمة بس تقبض مصاري. طمنا عنك وعن بي، ما يخلي يحصل عن ولاد. أنا كثير منيح ما تحكي الهمي.